ما علاقة مجدولين بالرياضة؟ خاطر اللي يعرفني مليح ويعرف طبيعتي يعرف كوني امرأة عندها الجرأة باش تقول لا تبدأ حاجات ضد مبادئها وضد قناعاتها. لأني بوتيتر جيتي بارمي لي رار بيرسون اللي ما دخلوش للسيستيم وحافظوا على مبادئهم. خاطر محمد وقت اللي تبدا تخدم راه وماكش داخل في وسط لوبيات في وسط سيستم باش تقلق راه اوتوماتيكمون باش يخدموا عليك لعبه الكل. السيستم شكون فيه؟ السيستم اللي هو يلزمك الطاعه والولاء للجميع. انا مانيش مجمعه نتاع الطاعه والولاء للجميع. الطاعه والولاء للجميع شكون نفهموا بالجميع؟ الجميع سيتادير اخدم مصلحه فلان يجيك دوسي راه هذوما سي لو كوتيديان. جو دي بيان لو كوتيديان تاع اي عضو حكومه. وقت اللي يكلمك نائب او يكلمك باغ اكزومبل رئيس حزب او اللي هو بربي الدوسي الفلاني اقضيه لي. كي تبدا حاجه عادية. غير قانونيه وحاجه اون فان كونت كيف وكيف غيره تولي انت ماكش محبوب فك الحزب الفلاني وماكش محبوب فك الاطار هذاك. هذه حاجات انا عشتها برشا راه لان انا شنو نقول نهار اخر واحد راه فما حتى منصب يبقى هي مسؤوليه تخدمها بضمير لانك نهار اللي باش تخرج. انا ديما نقول لهم راهو الدرس واحد ياخذه من اللي صار في بن علي وفي حكومته. معناها راه وقت اللي باش تجبد لك من بعد دوسيات على تصحيحه غلطه تنجم تضرب 10 سنين حبس. فانا هذا كان السوسي نتاعي نخدم بضمير. انت كنت من الناس اللي يقولوا لي يمكن برشا هما يسموه عناد وانا نسميه نظافه. نظافه فوالا. اكثر ملف مثلا قلت عليه ليه؟ برشا برشا ملفات محمد برشا. معناها برشا ملف فخوره ان قلت عليه ليه؟ كوني ما دخلتش السياسه في الخدمه نتاعي حتى مع الحزب اللي انتميت له يوما ما. انا باش نحكيها هذه وقتها حزب نداء تونس بعثوا مراسله طلبوا قاعه باش يقوموا بها باجتماع للشباب. بعثت لهم اوفيسيلمون بالرفض. قالوا لي كيفاه؟ قلت لهم خاطر تو سامبلومون ما نحطوش مؤسساتنا الانشطه السياسيه والحزبيه. ف ليه كيف كيف وقت اللي في التظاهره نتاع التايكواندو هذه تلقيت فيها تهديد ديجا ورئيس حزب حركه النهضه جاء وحب يبقى في المنصه الشرفيه وتم بعديك انزاله من المنصه معناها بالامن بتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي وقتها للتايكواندو. تم تهرسلت شيف كابينيه وقته عندي تقرير رسمي في ذلك وعطيته لسيد رئيس الحكومه. ما تخلقش اللي يعمل هكا وتعس على روحه اش باش نعملوا لها. بعلمك ولا بتنسيق منك ولا بامر منك كان انه لازم يهبط هو من شوف علاش قلت لك انا نطبق القانون برشا. القانون ما ولات مشكله ولا ماهيش مشكله في تونس وقت اللي تخدم خدمتك تولي استثناء. ظهرلي مشكله. فالقانون ما يسمحش كونك في المنصه هذيك الشرفيه تبدا تظاهره سورتو دوليه. دوليه راهو اللي يبداو موجودين لازم عندهم علاقه مباشره بالشان الرياضي. فوقتها احنا ما استدعيناش رؤساء احزاب جمله. فموجودين اعضاء من الاتحاد الدولي، موجودين معناها اعضاء الجامعه التونسيه. كان موجود معهم الشيخ رجل غنوش. فوالا فتم اعلامي بذلك. نسقت مع رئيس الاتحاد الدولي اللي كان حاضر قال لي لا هذا ممنوع. ممنوع. قلت له دونك نحطوا ممنوع. انت عطيت تعليمات للامن انه يهبط. يهبط مش انا نعطي التعليمات، قلت له سيتم التنسيق بذلك انتوما خاطر هما شو في روبش تفهمني في النظام الدولي هما اللي يشرفوا على تنظيم المنصه الشرفيه باش لعبات تفهم. شكون الحضور اللي يكون فيها وكل. يعني عدت مواقف من الناحيه هذيك نتاع كدوسي عديه ماهوش قانوني ما يتعداش بالنسبه لي انا. معناها حاجه هذه كي تتقطع فيها رقبتي هذا يقلق بالوقت.